هتعمل كافيار او البطارخ. اه يا محمد انت حضرت ايوه اهو بتتبلتها. التتبيله ايه؟ التتبيله كركم ثوم فلفل الوان. كركم ثوم فلفل الوان مصفه مصفه عبد كزبره وكمون ولا ما فيهاش؟ لا لازم كده سن الكزبره خفيف وملح خفيف. اه ان شاء الله. ده جمبري لوحده ده. اه الطريقه اللي اخدت البطارخ ونزلتها. اه ونخلي بالنا يا جماعه تكون حساسين جدا على البطارخ عشان انا يمكن بتعامل بسرعه بس عارف انا بتعامل ازاي. وبالنسبه للزيت الزيت ده عمال يكون سخن سخن وبيقدح جامد. اه بصوا يا جماعه هو تيست بس حبايبي اللي على القناه اللي قالوا عايزين نشوف طريقه البطارخ اهو يا جماعه. انت جايب جمبري كمان؟ انا معايا جمبري. تمام؟ حطه في نفس التتبيلة. اه. طلعها برضو. هو طبع الطبق ده ولا طبع تاني مختلف؟ لا هيبقى طبق ال هيبقى طبق ده برضو. طبق تاني. اه. هدخله فيديو واحد معلش. جبنا جمبري يا جماعة متقشر وحطيناه في التتبيلة وبدأ يتعامل معاها. هنشوف الكافيار. ما قصي على الكافيار بتاعي. الكافيار ما ياخدش قرصه. اه يا دوب يلون. عشان ما يفجرش. اه مش كده كمان. انا لان انا هعمل له موضوع تاني كده هيعجبكم. يعني ده داخل مرحله اولى. ده مرحله اولى بس. طيب تمام. اللي هينفذ التعليمات والطاقم ده هينفذ طاقم عمره ما كان في حياته. والجمبري هينزل مع ال مع الكافيار برضه. اه. كده الدرجه بقى ورينا يا جماعه كده. وريني الدرجة اللي هتطلعها يا أحمد. بص يا جماعة ما تقرصش على البطارخ. عشان ممكن هو لسه دخلها في حسبة تانية. تمام؟ بتديها غلاف يا أحمد تعتبر. يا دوب أه. كل بقى ما بكرمالي يا عم أحمد. الكافيار بتاعنا ده المرحلة رقم واحد. وننزل الجمبري برضو بنفس الطريقة. الله وما تقلق. بصوا يا جماعة حاجة حطها يا أحمد هنا عشان نشوف أكتر. بسم الله ما شاء الله على الجمبري. ولا أعلى مطعم يا جماعة يعمل الجمبري بالطريقة دي. ولعلمكم درجة التسوية هي اللي بتفرق من شيف لشيف. صح؟ الجمبري، الجمبري ما نشافش يا جماعة. بص 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 والله كان يلا استاذين اعمل لك ايه؟ ما كل شويه واحد من جوار السويس جاي لك. السلام عليكم. حبيب قلبي. عرف سعادتك للناس. حبيب قلبي الراجل ده حبيبي واكله زي الفل. تمام. وحضرتك جاي تعمل عنده انا جاي باكل انا ما باكلش غير هنا. تمام. بألف انت ليك شغل عنده. اه ليا شغل يا باشا جمبري وكابوريا وسبيت حفلة. ربنا يوسع عليك. عندنا حفلة النهاردة. اتعرفنا باسم حضرتك. مختار عادل. مختار عادل. منين؟ من القاهرة. أهلا وسهلا بيك في السويس يا فندم. باجي كل أسبوع عشان الراجل الطيب ده. أهلا وسهلا. بنتابع أحمد شعرة يا جماعة ما بين جمبري ما بين خلطة سوب ميكس ما بين واحد بطاطس. يعني هو إيديه شغالة في خمس ست أصناف مع بعض يا جماعة. هيقلي بربوني بسم الله ما شاء الله. بيقلي كاليماري وهنا بطارخ وجمبري. معاك يا احمد؟ معاك. كنا بادئين بالنهار يا جماعه. اللهم لك الحمد ربنا يفتح عليه. الشغل واخد بعضه وما زلنا مع جواهر السويس والشيف احمد شعره يا جماعه. ربنا يزيده كمان وكمان. بطارخ والجمبري. هنبدا يا جماعه نشوف الشيف احمد هيعمل ايه. بس بكل بساطه عم احمد عشان خاطر ايه؟ قطعتين زبده كده. قطعتين زبده. بكل بساطه كده. طبعا هتسيح معايا. قلنا بالترصه بايد. ناخد بس كده. ناخد الكافيار او البطارخ على جنب. اه عشوائي كده يا جماعه.
هتغطيها بايه؟ ريتسوس. ريتسوس. القناه دي عملتها لل الشخصيه العظيمه الحاج وليد مخمر غير طبعا تمام انبهر بيها قوي. انت عايز ايه تاني؟ وقفت عبد انت بتقف عبد مش فاهم هو اش انا حواليش اي حاجه انت خربت الطاقم بتاعي. اه يا عم طب ما تخربش الشغل ليه؟ الرجاله هتضربني والله. ايوه طب انا كده تمام مش عايزه مش عايزه شيدر او عايزه مزدريلا ولا هي كده ريتسوس؟ لا طبعا أنا. طيب ما فضلوش يعني. انا كذا مره اخذ الغلطه دي فضربتيها ودخلها الفرن صح؟ قطع العلو شويه تسمع في بعضها. اوكي بالظبط يا عم احمد دقيقتين ونص على فوق على الحل. يا جماعه اندمج مع بعضه وهياخد وش تحمير فقط. بص يا عم احمد بص يا عم احمد الله الله الله. بصوا يا جماعه اللي اتفتفتت الله مصلى. بصوا يا جماعه كده البطارخ يا جماعه يعني مش زي ما بنشوف في بعض الاماكن الثانيه بيتهري وبيفرول. لا طريقه التحمير طريقه التحمير يا جماعه ده غلاف وتقويه استحملت الشغل اللي بعد كده. بقى الوش يا عم احمد اتفرج عليه بقى وش التشميع يا جماعه. بص اللون يا عم احمد بسم الله مش اشوف اشوف الشكل. تنشيفه صغيره كده. اللهم صل على النبي عليك عليه الصلاه والسلام. احنا في النور هنا يا عم احمد. لا احنا اتفقنا يا جماعه هي الفكره مش تحمير. هتلاقوا عملت جلدة يعني تشميعه كده صغيره ونبدا ان شاء الله يغلف. يا جماعه ان شاء الله عم احمد الفيديو الجاي فيه مفاجأة حلوة قوي لكل اللي بيتابعونا كل اللي بيشوفونا. موضوع بفكر فيه وعمال افكر اخوات معايا لحاجة واحدة نخليه بمناسبته احمد ان شاء الله. ما انا بقول بس يعني عشان انت بقالك ساعتين بقول من الساعة 10 الصبح 130 ماشي يا عم احمد ماشي.